أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أولى فقراتنا. موضوع مهم جدا، مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وهو دوري أبناء مصر. ده اللي هنعرفه، لأن هدخل في التفاصيل مع ضيفتي الكريمة لواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزير التضامن للرقابة والتفتيش والمنسق العام للمبادرة ورئيس مبادرة التواصل والبرامج المجتمعية أو البرنامج المجتمعي، عشان يبقى الكلام مظبوط. منورة حبيبتي، ربنا يخليك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي بقى، دي النسخة الثانية. احنا المشاركة ايه وتفاصيلها ايه عشان نعرف؟ احنا من العام الماضي اطلقنا النسخة الاولى من مبادرة دوري ابناء مصر كرة القدم، وكانت الولاد بس. الحقيقة اشترك فيها اكتر من 5000 ابن من ابنائنا على مستوى دور الرعاية الاجتماعية بعدد 22 محافظة. والنسخة الاولى تمت بنجاح الحمد لله، ويعني عدد من ابنائنا اللي هم المتميزين في لعبة كرة القدم العام الماضي تم التعاقد لهم في من خلال نوادي سيتي كلاب مع نادي زد ونوادي سيتي كلاب. والحقيقه الولاد حسوا بجديه المبادره وحسوا ان وفي مردود اهو بالظبط كده. وفي نتيجه، فبداوا يستعدوا وبداوا يجهزوا. واحنا هنبدا امتى النسخه الثانيه؟ والحقيقه عرضنا النسخه الثانيه على معالي الوزيره الدكتوره نبيل القباج، ولان المبادره بتتم تحت رعايتها، واطلقنا النسخه الثانيه يعني من اكتر من كام شهر. خلصنا تصفيات المنطقه الاولى، وكانت الجيزه والشرقيه، وتصفيات المنطقه الثانيه كانت القاهره والقليوبيه على مستوى القاهره والقليوبيه. المنطقه الثالثه كانت مدن القناه، السويس وبورسعيد والاسماعيليه ان شاء الله. والمنطقه الرابعه لسه مخلصينها الاسبوع اللي فات، كان محافظه كفر الشيخ، مرسى مطروح، البحيره، الاسكندريه. سيادة اللواء، يعني المبادرات دي غير ان هو بيبقى بتختاروا المتميزين فيها، اكيد ليها مردود لجموع المشتركين. أكيد. وعمليات الدمج مع دور الرعاية، وان احنا اولادنا يعيشوا حياة طبيعية بعيدا عن ظروفهم اللي هم مش مسؤولين عنها. ده حقيقة. فحضرتك بتشوفي مردودها على اولادنا ايه؟ والحقيقة مبادرة التواصل والدمج المجتمعي منذ عملي في وزارة التضامن الاجتماعي، لان انا ما عملت وزارة التضامن الاجتماعي، كنت مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية، ثم مستشارا لوزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش. أطلقنا المبادرة منذ دخولي وزارة التضامن، عرضتها على معالي الوزيرة، ومعالي الوزيرة وافقت عليها، وتم تنفيذها من خلال مكتبنا. بدأنا نشتغل فيها. الحقيقة المبادرة دي كان لها يعني انطلع منها مبادرات فرعية كتير. يعني عملنا منها المبادرات التثقيفيه، ان احنا نودي اولادنا يزوروا المتاحف الفنيه والاثريه، انهم يروحوا المتاحف الحربيه للقوات المسلحه. عملنا برضو شغل لكسر الحاجز النفسي وتعديل الصوره الذهنيه داخل برضو روح ابنائنا وداخل المجتمع، عايزين نصحح بعض المفاهيم الخاطئه الموجوده عند البعض لدى هذه الفئه من الابناء. بدانا نعمل زيارات للاماكن السياديه، ان اولاد يروحوا كليه الشرطه يقضوا يوم كامل مع السادة الضباط والطلبة كلية الشرطة، ويشاركوا في التدريب، وننهي اليوم بغداء وبعض الهدايا الرمزية، نروح يوم الكلية الحربية، نروح يوم مشيخة الأزهر الشريف، يوم الكنيسة الكاتدرائية. والله والبابا نفسه كان في استقبالنا، في البابا تودرس، وقضى اليوم كامل مع الولاد. ده تقدير منه، وده يعني شيء جميل جدا. هنا المشاركين ذكور فقط ولا ذكور وإناث؟ السنة دي دخلنا لأول مرة، وانطلقت منذ 3 أسابيع النسخة الأولى للبنات. بجد؟ هتتضح في الصور دلوقتي. في صور عمالة تتعرض دلوقتي. في النسخة الأولى للفتيات، وشارك فيها أكتر من 200 بنت على مستوى الدور، لأن برضو احنا لسه بادئين. وفوجئنا إن في، يعني احنا مشاركين الحقيقة معانا في المبادرة كباتن الكرة المصرية، نجوم الكرة المصرية الحقيقة، معانا كابتن محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، معانا كابتن أسامة عرابي. الحقيقه بيتم كل ده بالشراكه مع نوادي سيتي كلاب دكتور مصطفى عزام. الحقيقه مش متاخر على الولاد، يعني احنا بنعملها على كل نادي داخل المحافظه في النادي سيتي كلاب. والمجموعه بتشارك معانا الحقيقه كلهم، كابتن محمد وهبه، كابتن سيد معوض، كلهم بيشاركوا معانا في الولاد. هم فوجئوا بمستوى البنات، لدرجه ان في بنات من البنات كتبوا اسمائهم وقالوا دول لازم يدخلوا المنتخب على طول.
معقوله للدرجه دي؟ ما شاء الله، ده حاجه جميله جدا. هم فوقوا بمستوى البنات. والولاد قالوا اشمعنا الولاد؟ قلت لهم لا، هنعمل للبنات وهنبدا نزود الاعداد ونبدا يعني احنا على فكره النسخه الحاليه اللي شغالين فيها هي بدانا فيها للايتام، ولكن مجرد الانتهاء من الايتام هنبدا من مؤسسات الدفاع الاجتماعي عشان يبقى في نوع من انواع العداله الاجتماعيه ما بين ابنائنا كافة داخل دور الرعاية الاجتماعية. سيادة اللواء، احنا بنلتقي على فترات، وباجي كل فترة ما ببقاش عارفة ما شاء الله الله أكبر إن أنا ألاحق على الأنشطة، فأنا عشان كده عايزة أستعرض مع حضرتك بالإضافة للمبادرة دي في أنشطة كتيرة قوي بتتعمل، في أنشطة بتشارك وبتعمل دمج لأبنائنا بشكل إنساني وشكل جميل جدا، أحب أعرفها من حضرتك. الحقيقة احنا عندنا العديد من الأعمال اللي بتتم على مستوى دور الرعاية الاجتماعية وعلى مستوى الرعاية الوالدية خاصة بأبنائنا داخل دور الرعاية. احنا دلوقتي وزعنا اكتر من 1200 شقة من شقق الايتام، ان فخامة الرئيس قال كل شقة لكل يتيم شقة، والحقيقة الوزارة قامت بتوفير 800 قبل كده ووفرنا تاني 800 وشغالين فيهم حسب المراحل العمرية. الشقة بتتسلم بالمفتاح لأبنائنا مفروشة كاملة ما شاء الله، يعني الابن بيخلص تعليمه بيستلم شقته فيها كاملة، ما فيش اي اجهزه موبيليا، كل حاجه ده يعني شيء رائع. طبعا وطبعا في كتير جدا من خلال برامج المختلفه في وزاره التضامن الاجتماعي بنوجد فرص عمل لابنائنا، وفي منهم اللي هو بيتخرج بيكون عنده شغله، فكده يبقى حياته كلها انت طول عمرك بتشتغلي وبتتعبي عشان تعملي لابنك الحاجات دي. اكيد هو بيخرج يلاقي كل ده جاهز، بتقوم بدور الاسره اللي هي البديله اللي هي فعلا بتحتضن ابنائنا وتخليهم ينطلقوا الحياه بشكل سوي. ده حقيقه. أسس الاختيار بقى لولادنا وأبنائنا عشان تختاروا منهم، لأن أعدادهم كبيرة، بس بتختاروهم على أي أساس؟ هل بيبقى في مسابقات، في تصفيات قبل ما يتم الاختيار في الدوري؟ احنا بنبعت بنعمل لائحة الأول، عاملين لائحة للدوري وبنبعتها، بنعمل جروب خاص بالدور الأيتام لوحدها ودور الدفاع لوحدها، ونبدأ نبعت اللائحة اللي بيتفق عليه شروط اللائحة اللي عندنا، لأن احنا بنعملها تحت مراحل، 13 سنة تحت 16 سنة تحت فوق 17 سنة، 13 و16 فوق 17 تمام، بنقف لغاية 21 يعني احنا معلينها شوية علشان خاطر نحقق نوع من أنواع العدالة ونوجد فرص أكتر لتكافؤ الفرص بين الولاد. تمام. اللي بيتفق عليه الشروط الدور بيترشحه وبيجوا، بنبدأ بيهم هما هناك بيتدربوا عندهم في الدور، بيبدأ نعمل التصفيات على مستوى المحافظات برضو عشان ما نتعبش ونجهد بالمحافظات، بنجمع كل أقرب 5-6 محافظات مع بعض، بنعمل يوم كامل للتصفيات بيبقى في المحافظة اللي متوفر فيها ملعب واللي موجود فيها الإمكانيات، وبيجوا بقى احنا الحقيقه من خلال المباريات بننقي، يعني مش لازم تكون انت فريقك فايز عشان تكوني موجوده في الاختيار. هايل. يعني الفرق اللي بتفوز ماشي اوكي، دي ده اللي هو الجماعي، لكن بتنقي اللي هو القدرات الفرديه. بالظبط كده. بيتم تنقيه الولاد وبيتم اختيارهم وبنكتب اساميهم ونبدا دول اللي احنا بنسوق لهم وبنجهز لهم علشان نعمل منتخب خاص بينا احنا لوزاره التضامن. هي المبادره لها العديد من الاهداف، هي مش مجرد دي مبادره فرعيه، يعني خرجت من مبادره التواصل والدمج المجتمعي اللي هو دوري أبناء مصر كرة القدم، ولكن هناك العديد من الأهداف. احنا عايزين ننمي روح الولاء، الانتماء، المواطنة داخل أبنائنا. لما الابن بيقول لك لا أصل أنا ما حدش حاسس بيا، أصل أنا مش عارف إيه، أنا خريج دور رعاية، لا احنا بنغير الصورة دي، بنعدل الصورة الذهنية، بنكسر الحاجز النفسي اللي بيننا وبين المجتمع. عايزين ننمي روح الولاء والانتماء والمواطنة لمصر، لبلدنا. لما بيلاقوا أنت بتوفري له شقة، لما بيلاقي أنت بتساعديه في التعليم حتى التعليم لغايه الماجستير والدكتوراه بالمجان على نفقه الدوله، لما تلاقي كل الامكانيات ده فده بيساعد على انك فعلا البلد دي بتراعيني، البلد دي بتحميني، يبقى انا لازم احب بلدي، يبقى عندي ولاء وانتماء لبلدي. في نفس الوقت كمان انت ما انتش مخليه حاجه انت مش عاملاها، لا انا عايزه المبادرات دي مش مجرد وقت وبنخلص منه، لا احنا بننقي والمجموعه اللي بيتم تنقيتها هنجهز ونعد لاعداد برنامج وفريق خاص بوزارة التضامن الاجتماعي يمثل الوزارة في كافة المباريات المحلية والعالمية. حماس حضرتك ما خليني عايزة أبقى فرد من هذه المشاركة وهذه المجهودات، وده شيء مشرف وشيء فعلا يسعد قلوبنا جميعا. من تقييم حضرتك بالفرق ما بين النسخة الأولى والنسخة الثانية، شايفها إيه وتقييمك إيه، والنسخة الثالثة بتطمحي تكون فيها إيه؟
والله هو النسخة الأولى أنا عملتها بدون مشاركة أي كباتن خالص، لكن أنا عزمتهم في الحفل النهائي بتاع النسخة الأولى. لما جم وشاف الشغل وشاف الفيديو اللي تم عرضه، إزاي إحنا لفينا 27 مديرية، إزاي تم اختيار الولاد، وكل ده بمجهود شخصي، بدون أنا ماليش في الكورة وماليش، بس هو بمجهود شخصي، وإن إزاي أنت عاملة لايحة تتفق مع الدور وتتفق مع فبدأوا يجوا هم اللي طلبوا يشاركونا. يعني كابتن محمد عبد الجليل الحقيقه جاني المكتب وقال لي انا عايز اشارك بشكل شخصي بغض النظر انا عامل داخل ست كلاب. بداوا الكباتن يشاركوا معانا، برده ما بيكون معاكي حد فاهم في الكوره برده بنحط اضافات يعني في النسخه الثانيه. نفس الوقت النسخه الاولى ممكن يكون كان عندنا بعض الحاجات اللي بتحصل بتتلفوها بقى في النسخه، تلفتوها في النسخه الثانيه، في انضباط. يعني انا دايما اركز واقول لهم انا الاهم من الكوره ومن انت بتلعب كوره الانضباط الاخلاقي داخل الملعب. هي. لازم نكون منضبطين جدا واحنا بنلعب مع بعض. الحكايه مش حكايه فريق يفوز، لا، لازم نعامل بعض باخلاق، لازم يكون في صرامه، لازم لازم. ده يخليني اسال السؤال بتاعي الاخير. اللواء الدكتور هبه ابو العمايم والسيده هبه ابو العمايم في المنزل، الاختلاف هنا وإزاي التوازن ما بين الحياة الخارجية بانضباطها واستمرار الانضباط بشكل مختلف داخل الأسرة. ما هي دي مشكلة، لأن دي مشكلة. لأن بابا يعني أنا مش شايفة مشكلة، شايفة قمر قدامي. بابا الولاد برضو لواء ونفس الحوار، بس وابني هو كان ضابط وحاليا في النيابة العامة. فكان كنا قلبين البيت اسمه شرطة بالحقيقة، بس يعني المعاملة داخل البيت حاجة. أنا دايما أقول لهم إحنا أصحاب وأصدقاء، لان لازم الام تبقى قريبه من اولادها. لان انت طول ما انت قريبه من ولادك مش هيلجأوا لحد بره اكيد، ونصيحتك مستحيل تكون زي نصيحه الاصدقاء او نصيحه اي حد غريب، لان هو اللي انت بتتمنيه بقى احسن منك هو مين؟ هو ابنك. بالظبط كده. فالعلاقه بينا كويسه ولكن فيها برضو ايوه بص شفت ولكن دي ولكن. على فكره بسعد باللقاء مع حضرتك، سعدت بلقائي مع اللواء دكتور هبه ابو العمايم مستشار وزير التضامن للرقابه والتفتيش والمنسق العام للمبادره ورئيس مبادره التواصل والبرنامج المجتمعي. اهو قلت اهو برنامج نورتيني يا سياده اللواء. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل معاكم زينه.